مرحبا بك انت واللي جنبك، ومرحبا بمشاهدين ومتابعين روتانا جميع المدن والقرى السعودية والعربية والإسلامية، فيها تقارب كبير. طبعا احنا الفطور كده السابودانا، هذا الحلا، الشربة والسمبوسك والإدام والعادي، والعشاء يسووا عشاء بعد حين رز دجاج ورز لحمة أو حاجات السحور من البقايا اللي باقية من هذا، برضو من العادات والآداب والقيم اللي كانت موجودة، وأغلب الناس إلى زماننا هذا محافظين عليها. أول يوم رمضان عند أهل الزوج عند كبير العيلة، اتجمعوا الأولاد والأولاد والبنات وأزواجهم وزوجاتهم وزورتهم، الفطور عند كبير العيلة. بعدها الليالي الأخرى يواصلوا عند الخال، عند الخالة، عند العم، عند العمة. وبعدين بعد ما يخلصوا القرايب حتبدأ الزيارات الخاصة بين الأصحاب بين الأحباب. كانوا حريصين العمدة حق الحارة وأهل الجيران، في ناس ما عندهم حريم، ما عندهم بيوت، ما عندهم أهل يتلموا معاهم. فزي دحين السفرة الرمضانية اللي انحرمنا منها بسبب كورونا، هذه كانت صدقة، يعني إطعام يكسبوا أجر صايم. فكانوا يحطوا في الحارة عندهم جهة البرحة ولا حاجة، يحطوا إفطار كل بيت، برضو يرسل اللي يرسلوا الطعمة لبعضهم، يرسلوا للناس المقطوعين اللي ما عندهم أهل يحطوا لهم في الحارة يطعموهم. ففي تكافل اجتماعي مع أهل الحارة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، وفي إطعام صايم حتى لو عابر السبيل يقعد يفطر. طبعا هذه كلها موجودة، استمرت مع الزمن ده كله إلى الآن.